نشرة الظهيرة، أهلا بكم. هذه أبرز العناوين. بداية صيف 2024 على وقع موجات حر توالت في الأسبوعين الأولين، فما أبرز النصائح لتجنب تداعياتها على الصحة؟ حزب العمال البريطاني يكتسح الانتخابات التشريعية في المملكة المتحدة ويطوي صفحة حكم المحافظين التي طالت ل14 سنة. قصف على جنين في الضفة الغربية وعدوان متواصل على قطاع غزة ومحاولة لإحياء مفاوضات الهدنة في الدوحة. استعراض كبير لفرق فولكلورية من المغرب وخارجه يعبر أهم شوارع مراكش إذانا بانطلاق المهرجان الوطني للفنون الشعبية. أهلا بكم. ما إن حل فصل الصيف حتى سجلت معدلات حرارة مرتفعة. الأسبوعان الأولان من هذا الفصل طبعتهما مقاييس فوق العادة، جاء التحذير منها في نشرات إنذارية من الدرجة البرتقالية صدرت عن المديرية العامة للأرصاد الجوية بداية الأسبوع الجاري والماضي، ليتواصل إذن توتر موجات الحر التي بات لا يفصل بينها سوى حيز زمني قصير، والمقاييس المرتفعة اعتادت عليها المدن الداخلية التي يميزها مناخ جاف على غرار مدينة فاس. من فاس، أسامة أفقير، حمزة الصالحي. الأسابيع الأولى المنتمية إلى فصل الصيف ترتفع خلال أيامها درجة الحرارة في مدينة فاس وفي المدن المجاورة لها. المحرار بدأ يقترب من 40 درجة وسط النهار. العاصمة العلمية للمغرب مناخها حار صيفا بارد شتاء. توالفنا بهذا الجو، فقط الإنسان خصو ياخذ الاحتياطات ديالو في هذا الصيف ولا هذ 3 شهور بمجموعة ديال الأمور اللي هي بسيطة. نحاولوا نخرجوا ما أمكن في الأوقات اللي تكون الشمس ما قاصحاش مور العصر، ولا خرجت كندي معايا كاسكيط وقرعه د الماء، خرجت وليداتي كنحاول ما يمكن نوفر لهم مسائل باش يشربوا باش يضلوا. كنحاول نمشي للظل وكنحاول ندير معايا الماء، دائما معايا القرعه ديال الماء. الحمد لله ما عندي لا سكر لا حتى شي حاجه، ولكن هكا كندير الحصيات ديالي ديال الماء وداك الشيء. الإقبال يرتفع على صنبور الماء هذا المتواجد بأحد البيوت الكائنة بشارع بحنين بفاس. صاحب البيت يضع نقطة الماء هذه رهن إشارة العموم. هيا أنتم كتشوفوا دائما يعني في 12 الليل في الوحدة في الصباح في الليل، الناس مواظبين عليها أنهم كيجيو داقوا الماء ديالها راه مزيان ما كاين حتى مشكل، كيتعاونوا به الناس كدوز كتشرب، ونتمنى ما يكونش الضياع. شرب المياه وتجنب أشعة الشمس خطوتين بسيطتين لكنهما مهمتين لتفادي ضربات الشمس. ومع تواتر موجات الحر إذن نسلط الضوء في هذه النشرة على الاحتياطات الواجب اتخاذها تفاديا لتداعياتها على الصحة. وتنضم إلينا مباشرة من مدينة فاس الدكتورة هدى العلوي، أخصائية في طب التجميل. أهلا وسهلا بك دكتورة. مع تواتر موجات الحر إذن ووصول المعدلات إلى فوق 30 واقترابها من 40 بل حتى فوق 40 في حين يتعلق الأمر بموجات الحر، أكيد أن ارتفاع الحرارة له تأثير على أجسادنا، كيف يكون هذا التأثير دكتورة؟ السلام عليكم، شكرا على الاستضافة. الوغ هاد التأثير ديال الشمس خصوصا عندنا في المناطق الداخلية والمناطق اللي بعيدة على البحر كيكون واحد التأثير اللي هو سيء جدا على الساكنة. وأول الناس اللي كيكونوا متضررين من هاد الحرارة المفرطة هما الرضع والأطفال، اللي خصنا ضروري نتجنبوا أنهم نخرجوهم فترة ما بين الظهيرة وفترة الزوال، يعني من 11 حتى 4 العشية، يعني ممنوع نهائيا على الرضع والأطفال أنهم يخرجوا في هاد الوقت اللي يتعرضوا للشمس. كذلك عندنا كبار السن ما خصهمش يتعرضوا في هذه الفتره للشمس. كذلك الناس اللي عندهم الامراض المزمنه وامراض اللي كيعانيو من السمنه كذلك، يعني ما يقدروش يستحملوا هذه الحراره المفرطه وتنعكس عليهم سلبا. وبالنسبه للناس اللي كيشتغلوا في الهواء الطلق، يعني من الاحسن انهم يحاولوا ياجلوا العمل ديالهم الى ممكن يعني ما بعد فتره الظهيره. طيب من حيث يعني التاثير المباشر على الجسد، كيف يكون هذا التأثير وبشكل عام ليس فقط بالنسبة لهذه الفئات التي ذكرتها؟ التأثير كيكون بالدرجة الأولى على مستوى الجلد، على مستوى الجلد كيكون حروق، كيحرق للجلد، كيكونوا تصبغات، الإنسان اللي كيتعرض للشمس بطريقة يعني طويلة وما كيكونش يعني داير حماية كيتعرض لشيخوخة مبكرة كيكونوا حروق، كيكونوا تصبغات.
وبعض الأحيان يعني نقدروا نوصلوا حتى لسرطان الجلد. طيب يكثر أيضا الإقبال على الشواطئ في هذه الفترة من الصيف، ويكون هناك تعرض مباشر لأشعة الشمس دون ارتداء يعني ملابس ربما تقي بيننا وبين هذه الأشعة. في هذه الحالة ما الذي يتوجب فعله، وما هي المواد التي ينصح بالتركيز على استخدامها؟ أول حماية كتكون هي في شرب الماء، تشرب الماء بكمية وفيرة يعني لترين على الأقل يوميا، وتقصير فترة التعرض للشمس. وبالنسبة لهذا الصيف يعني كنمشيو الناس كيمشيو البحر، ممكنش ما نمشيوش البحر في الصيف، دونك شنو نقدروا نديروا باش نحميو راسنا على الأقل؟ ألوغ كتكون أولا حماية طبيعية، يعني كنلبسوا ألوان فاتحة وملابس اللي هي فضفاضة يعني باش تعكس لنا داك الأشعة الشمسية، وكذلك طبعا بحماية العيون بنظارات شمسية وحماية الرأس خصوصا، وكذلك حماية عن طريق الواقي الشمسي اللي يجب يعني تطبيقه يعني قبل التعرض للشمس. أشكرك جزيل الشكر دكتورة هدى العلوي الأخصائية في طب التجميل، كنت مباشرة معنا من مدينة فاس. وموجة حر شديدة الخطورة تجتاح ولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية، تسببت في اندلاع حرائق كبيرة دفعت إلى إجلاء آلاف الأشخاص من هذه المنطقة الواقعة غرب البلاد. ويكافح عناصر الإطفاء النيران لحماية المنازل المحاطة بأشجار مشتعلة مع استخدام المروحيات والطائرات. وقد أتت النيران إلى الآن على 1400 هكتار من المراعي والغابات منذ الثلاثاء الماضي، فيما يتوقع أن يعيش غرب الولايات المتحدة موجة قيظ طويلة وشديدة. في المملكة المتحدة تطوى صفحة حكم المحافظين الذي استمر 14 عاما وشهد في السنوات الأخيرة سلسلة من الأزمات على رأسها البريكسيت والتغير المتكرر لرؤساء الحكومة. وطويت صفحة المحافظين بعودة حزب العمال البريطاني إلى الحكم بعدما حقق فوزا ساحقا في الانتخابات التشريعية، متقدما بفارق شاسع على المحافظين الذين حققوا أسوأ نتيجة انتخابية لهم منذ مطلع القرن العشرين. طارق غانم. وصفت بالتاريخية والانتصار الساحق، نتائج الانتخابات التشريعية في بريطانيا تبوئ حزب العمال الصدارة وتفتح الباب أمام زعيم الحزب كير ستارمر أبواب داونينغ ستريت رئيسا للوزراء. حزب العمال حصد 326 مقعدا في مجلس العموم المؤلف من 650 مقعدا، فيما تعرض حزب المحافظين لانتكاسة حقيقية بينيله 131 مقعدا. اكتساح العمال لنتائج الانتخابات ووصوله إلى السلطة بعد أكثر من عقد من المعارضة أنهى 14 عاما من حكم المحافظين. نتائج صناديق الاقتراع فسرها مراقبون على أنها عقاب من الناخبين للمحافظين في ظل الضيق الاقتصادي الذي تعيشه البلاد عبر سياسات التقشف وانعكاسات خروج بريطانيا من التكتل الأوروبي. وبينما انتشى زعيم حزب العمال بالانتصار متعهدا بتحقيق الإصلاح الاقتصادي، اعترف زعيم المحافظين ريتشي سوناك بالهزيمة قائلا إن الناخبين أصدروا حكما رصينا. ويتشكل برلمان بريطانيا من مجلسي العموم واللوردات، وتجرى الانتخابات كل 5 سنوات وفقا لنظام الفوز للأكثر أصواتا. وفي فرنسا التي تعيش آخر لحظات الحملة الانتخابية للدورة الثانية من التشريعيات التي تجرى بعد غد الأحد، أفادت وسائل الإعلام نقلا عن وزير الداخلية أن هناك أزيد من 30 حالة اعتقال على خلفية اعتداءات على مرشحين، مشيرة إلى تسجيل حوالي 50 اعتداء جسدي. وستكون الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية بعد أولى شهدت صعودا كبيرا لليمين المتطرف، ستكون تحت مراقبة مشددة إذ تخشى السلطات من اندلاع أعمال شغب بعد إعلان نتائج هذا الاقتراع. جليلة بن فتان.
يوم واحد يفصل فرنسا عن الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية التي ستجرى الأحد المقبل، جولة ستحدد ما إذا كان حزب التجمع اليمين المتطرف بزعامة مارين لوبين سيفوز بالأغلبية للمرة الأولى بعد فوزه في الجولة الأولى بأغلبية مطلقة على حزب الجبهة الشعبية الجديدة اليسارية وحزب كتلة الوسط بزعامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وسعيا لعرقلة وصول اليمين المتطرف للحكم وتجنب الانقسام الأصوات المناهضة له، اتفاق بين أحزاب المعارضة الفرنسية من خلال انسحاب أكثر من 210 مرشحين من حزب اليسار ومعسكر الرئيس إيمانويل ماكرون لصالح خصومهم لقطع الطريق أمام حزب التجمع الوطني ومنعه من الحصول على الأغلبية المطلقة الأحد المقبل بمجموع أصوات 289 مقعدا من أصل 577 مقعدا في البرلمان الفرنسي. هي انسحابات تهدف إلى منع حزب التجمع الوطني وحلفائه من تشكيل حكومة ستكون تاريخية، إذ لم يصل اليمين المتطرف إلى السلطة في البلاد منذ الحرب العالمية الثانية. ويبقى إذن عدم اليقين سيد الموقف بشأن المشهد السياسي المقبل في هذا البلد، والذي سيتضح الأحد المقبل من خلال نتائج الجولة الثانية من الانتخابات. يأتي ذلك وسط حديث عن جمهورية معطلة أو إمكانية قيام حكومة تعايش، لكن تاريخيا كانت حالة التعايش قليلة جدا في سياق الجمهورية الخامسة. بخصوص العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، أعلن استئناف مفاوضات تبادل الأسرى في الدوحة، فيما القصف الإسرائيلي متواصل في شرق مدينة غزة وفي رفح جنوب القطاع، حيث أثار أمر إسرائيلي جديد بالإخلاء من منطقة تمتد شرق خان يونس مخاوف من عملية واسعة جديدة. وفيما العدوان متواصل على القطاع في اليوم 73 بعد 200، نفذ جيش الاحتلال قصفا على مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة متسببا في استشهاد 5 فلسطينيين. جيهان دوبلالي. قصف جوي في عز النهار، وأمهات تبحثن عن فلذات أكبادهن بين الضحايا، وعدد الضحايا وصل صباح اليوم إلى 5 شهداء في عملية عسكرية لجيش الاحتلال في جنين شمل الضفة الغربية. أنا كنت قاعدة جوا الخيمة وسمعت صوت قصف شديد يعني مرتين ورا بعض، فقمت أجري بدي ألحق يعني ألبس ثوب الصلاة وأصرخ له وأطلع، وكانت كل صوت المدرسة بصوته. أنا يعني كنت معتقدة أنه الخبط على المدرسة. ضرب أول صاروخ وثاني صاروخ ورا بعض طبعا، الاثنين مما أدى إلى تدمير البيت زي ما أنتم شايفين. أنا وولاد اثنين وأبوي اللي كنا هنا وأخوي مدينا البرابيش اللي هي بتنضرب العمارة، أول صاروخ والثاني أجينا نجري، هي 6 طوابق العمارة نزلوها كلها فوق بعض. نار فوق الأرض وحرقة للأهالي الذين يترقبون وينتظرون خروج ذويهم، ونار تحت الأرض ما تزال مشتعلة نتيجة قوة القصف المتواصل بالضفة المحتلة. طور وقوع هذا الحدث تفاجأنا بأنه هذه المنطقة منطقة أسرية وبناء قديم، لذلك انهارت بالكامل. طواقم الدفاع المدني انتشلت بعض الشهداء وبعض الإصابات، ولازلنا حتى هذه اللحظة نتعامل مع مواطنين تحت الأنقاض. وكانت قوات الاحتلال قد قصفت المنازل بجنين بعدة قذائف عسكرية، وأطلقت صوب الأحياء السكنية رصاص الحي، واستهدفت أسطح المنازل. وتشهد الضفة الغربية المحتلة تصاعدا في العنف منذ اندلاع الحرب على غزة في أكتوبر الماضي، حيث استشهد هناك ما لا يقل عن 570 شخص من أصل 36,000 شهيد. نشاط وظهيرة متواصلة فيها أيضا. برنامج تكويني لتقوية كفاءات المكلفين بمتابعة الأشخاص في وضعية إعاقة بالراشدية. الفنانون الأمازيغ يستقبلون موسيقى العالم في أكادير عاصمة سوس. مهرجان تيميتار علامات وثقافة انطلق ليكرس مكانته المهمة على الأجندة الثقافية للمدينة. وقبل ذلك، بساحل ممتد على طول 70 كيلومترا يحصي إقليم الدريوش شواطئ عدة يلتقي فيها البحر بالجبل. شواطئ مثل سيدي بوسعيد وتيزاغين والحرش تصبح صيفا وجهة محبي السياحة الشاطئية على ضفة المتوسط، مستفيدة من قربها الجغرافي من مدينتي الحسيمة والناظور. روبورتاج فؤاد عزوزي محمد حجوب.
تعد من بين أجمل الشواطئ على الشريط الساحلي المتوسطي بشمال المملكة. شواطئ إقليم الدرويش بمياهها الزرقاء الصافية تعد قبلة للمصطافين وعشاق البحر والهدوء، والوجهة شواطئ تزغين وتروغوت وسيدي بوسعيد. شاطئ سيدي بوسعيد، شاطئ سيدي بوسعيد يعتبر أحد أجمل الشواطئ التابعة لعمالة إقليم الدرويش، يقصده السياح المغاربة وكذلك الأجانب. هو شاطئ محروس بوجود عناصر الوقاية المدنية هنا. أشكر كل من يساهم في تنظيم هذا الشاطئ. وشواطئ الدرويش الممتدة على الطريق الساحلي الرابط بين الحسيمة والناظور هي مناطق معروفة بجودة أسماكها، لكن الجودة أقل بهذه الشواطئ التي تفتقد إلى المرافق الأساسية والتجهيزات الضرورية لاستقبال المصطافين. بغينا نمشي للدوش ما لقيناش حتى الدوش. لا إلا ما مشيت للريستورانتي راه بعيد علينا، ما لقيناش والو. راه حنايا معذبين هنايا، عندنا الدراري الصغار، عندنا الدري غير عنده غير شهرين، والدري عنده شهرين غيبقى في الشمس. البحر بدا ينقى، المعقول مزيان، ولكن البحر جميل ونظيف، ولكن تنقصه الخدمات والتجهيزات اللازمه لراحه المصطافين. ليس هناك اماكن للجلوس، بالاضافه الى عدم توفر الشاطئ على المرافق الصحيه وكذلك اماكن للاستحمام، فعليك الانتظار الى حين الرجوع الى المنزل لقضاء هذه المآرب. واش نخو هذا الشيخ استحضم استمتجع ثلاثه الدعث. إقليم الدرويش يزخر بشريط ساحلي ممتد على طول يناهز 70 كيلومترا، يحتاج إلى تحقيق تنمية سياحية تعتمد على مؤهلاته الطبيعية وعلى شواطئ خلابة لا تزال إلى اليوم متوارية على الأنظار بين الحسيمة والناظور. في الراشدية سطر برنامج تكويني لتقوية كفاءات المكلفين بمتابعة الأشخاص في وضعية إعاقة. روبورتاج حسن سكوري، تحرير أمينة هشومي. لتقوية قدرات وكفاءات الموارد البشرية المكلفة بمواكبة الفئات في وضعية صعبة، ينطلق برنامج تكوين عدد من المتدربين. جسر هو مشروع تنخرط فيه وتدعمه وكالة التنمية الاجتماعية تحت إشراف وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة. الهدف منها تقوية قدرات الأطر العاملة بهذه المراكز الاجتماعية، لأن هذه المرحلة ديال تقوية القدرات سبقتها مرحلة ديال التأهيل المادي للبنايات وتجهيزها بمختلف التجهيزات الضرورية، خاصة ما هو متعلق بالمجال الرقمي، بحكم أن الرقمنة مدخل الأساسي لتجويد الخدمات المقدمة لفئات في وضعية صعبة. المستفيدين والمستفيدات سواء من الأشخاص في وضعية إعاقة أو المسنين أو الأطفال في وضعية صعبة، أنهم يتلقوا واحد الخدمات اللي مهمة جدا، وتكون يعني خدمات راقية، وهذا هو الهدف من هذه الدورات التكوينية اللي هي واحد المسلسل اللي غادي يشمل يعني واحد المدة ديال سنتين. نافذة تطل على تخصصات متعددة ومتنوعة يتلقاها المتدربون تعزيزا لقدراتهم في التوجيه والاستماع للفئات في وضعية صعبة. هذه الدورة اللي مهمة فيها باش نقويو القدرات ديال المراكز ديالنا ونعرفو كي نسيروهم على حساب الجسر. كنقدمو مجموعة من الخدمات للنساء والفتيات ضحايا العنف وفي وضعية صعبة، من بينها الاستقبال، الاستماع، التوجيه والإرشاد القانوني، الوسطة الأسرية، كنديروا الإيواء الاستعجالي والمؤقت. دورة تكوينية تستهدف حوالي 30 عاملا في المراكز الاجتماعية بجهة درعا تفيلات، ليشمل التكوين في مرحلة لاحقة مجموعة من العاملين في أفق تعميم التجربة على باقي المراكز المغربية. استعراض كبير لمجموعات فولكلورية من المغرب وخارجه عبر أمس أهم شوارع مدينة مراكش إذانا بانطلاق المهرجان الوطني للفنون الشعبية، دورة هي 53 تحضر فيها الصين ضيف شرف. روبورتاج إيزا الشرقي، محمد شحيمة، تحرير رحمة الحناوي. هذه دقة السيف المميزة لمنطقة زاغورة، هي واحدة من بين لوحات فنية كثر من تراث المملكة الغني تستعرض هنا في مراكش، التي صارت مسرحا مفتوحا وانطلاق أيام المهرجان الوطني للفنون الشعبية. فرق فولكلورية عديدة وجمهور عريض.
لقد أحببت كل شيء هنا. لاحظت وجود ثقافات متنوعة جدا هنا، هذا شيء رائع. أحببت طاقة الناس هنا والملابس. أنا أيضا أحببت هذه الطاقة التي يعج بها المكان، رائع. أحببت فرقة الرشيدية وكذلك الصينيين عبروا أمامنا يحملون الطبول ويرافقهم تنين. إذ تحضر هنا ثلاث فرق فولكلورية صينية تمثل بلادها وهي ضيف شرف المهرجان. اكتشفت أن المغرب والصين بلدان بتاريخ عريق وثقافة رائعة. نحن جميعا نساند التنوع الثقافي وحوار الحضارات، ونسعى للعمل بجد مع الجانب المغربي من أجل تعزيز التعاون الثقافي بيننا. هي نسخة استثنائية بالنظر لعدد الفنانين، أزيد من 700 فنان حضروا من مختلف مناطق المغرب. هناك أيضا الحضور الآسيوي في هذا المهرجان على اعتبار أنه ضيف الشرف إلى جانب المشاركة الأفريقية. وكل يبدع هنا لإظهار جمال فولكلور منطقته في مهرجان يبرز غنى الثقافة المغربية ويبهج ساكنة مراكش وضيوفها على مدى أيام خمسة عمر هذا الموعد السنوي الذي بلغ الآن دورته 53. وفي أكادير عاصمة سوس الفنانون الأمازيغ يستقبلون موسيقى العالم. مهرجان تيميتار علامات وثقافة بدورة جديدة بات جزءا مهما من الأجندة الثقافية للمدينة وهي تعيش فصل الصيف ذروة نشاطها السياحي. من أكادير روبورتاج الحسين أوزيغ، رشيد لطفي ويون سلامتين. الأنغام الموسيقية لمهرجان تيميتار انطلقت هذه السنة من فضاء الهواء الطلق بكل الأناقة المتناهية لتيميتار، حيث أبدعت الفنانة السورية فايا يونان. فكرة المهرجان جدا حلوة، إنه نحتفل ونحتفي بثقافاتنا المتنوعة، قديش العالم العربي فيه ثقافات مختلفة، بنفس الوقت كلنا قادرين نسمع بعض ونتواصل بالموسيقى. بالانتقال إلى ساحة الأمل الرئيسية لتيميتار، أنغام أمازيغية تؤكد شعار المهرجان: الفنانون الأمازيغ يحتفون بموسيقى العالم. فكرة المهرجان هي أن يلتقي الفنانون الأمازيغ بموسيقى العالم، وأقدم هنا خالص شكري للجمهور. تيميتار علامات وثقافة سافرت مع أنغامها وترانيمها الموسيقية هذه الحشود من الجماهير مع أداء كل من الفنان المصري حمزة نمرة والمغربي زكريا غافولي. وأنا فرحان أنني غنشاركها مع جمهور تيميتار اللي هو جمهور رائع جدا وجمهور ذواق. طبعا كذا مرة جيت المغرب، لكن أول مرة أكون موجود في أكادير وأول مرة أكون موجود في مهرجان تيميتار، ويعني العالم كله بيحتفل بالموسيقى الأمازيغية والموسيقى المغربية. خلق جسور يعني متعددة ما بين المغرب البلاد ديالنا والبعد الإفريقي، وهي كذلك مناسبة كل عام باش نعلنوا رسميا بالموسم الجديد الصيفي لمدينة أكادير وجهة سوس مسا. كذلك هذا المهرجان ولا كيلعب واحد الدور جد أساسي بالنسبة للتراب، لأنه تروج للمدينة ديالنا والجهة ديالنا يعني كوجهة سياحية أساسية. الدورة 19 لمهرجان تيميتار ستمتد إلى غاية نهاية هذا الأسبوع عبر ثلاث منصات رئيسية في موعد سنوي أراد له منظمه أن يكون حدثا فنيا للاحتفاء بالموسيقى المغربية والعالمية. في ختام النشرة إليكم تذكيرا بأبرز ما جاء فيها.
بداية صيف 2024 على وقع موجات حر توالت في الأسبوعين الأولين. تابعنا في النشرة أبرز النصائح لتجنب تداعياتها على الصحة. حزب العمال البريطاني يكتسح الانتخابات التشريعية في المملكة المتحدة ويطوي صفحة حكم المحافظين بعد أن طالت ل14 سنة. قصف على جنين في الضفة الغربية وعدوان متواصل على قطاع غزة ومحاولة لإحياء مفاوضات الهدنة في الدوحة. استعراض كبير لمجموعات فولكلورية من المغرب وخارجه يعبر أهم شوارع مراكش إذانا بانطلاق المهرجان الوطني للفنون الشعبية. لإعادة مشاهدة النشرة ولمزيد من الأخبار تفضلوا بزيارة موقعنا دوزام.ما وتطبيق ماي دوزام. شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.